بلجيكا ان شاء الله اونفيرس بلجيكا ماشي النوبل الاولى بروكسل درتها جوج ديال المرات كانت تعاون مع واحد الجمعيات وهذا هذه النوبل الثالثه اونفيرس تم الاتصال بطبيعه الحال مع نسيم و باشون اوف كارتون فوالا دونك جينا لهنا ان شاء الله باش نقدموا هذا الحفل هذا كنشوف انه كاين بزاف ديال المغاربه اللي حاضرين تبارك الله عليهم كي كنسميهم انا دائما مغاربه العالم اللي حاضرين وهذه فرصه انك تتلاقى كذلك مع الجمهور ديالك وكتشوف ان الحمد لله الناس كيف ما بغى يكون الحال ولو انهم راه مهاجرين ولكن متعلقين بزاف بالبلاد ديالهم اشنو كندير هنايا فوالا انا قلت لك كنت على قبل الكافطون بطبيعه الحال بحضور السميره البلوي وعده نجوم مغاربه كذلك وليا دائما شرف انه نكون بحال ما هكا خارج ارض الوطن نتلاقاو مع المغاربه ديال الناس نسلموا عليهم يسلموا علينا نصيروا بهم الرحيم فوالا هولندا الصراحه كنتلاقى بهم في المغرب هولندا مازال ما عمرني ما مشيت لهولندا ولكن كنتلاقى بهم هنا الى هولندا بزاف ديال الجاليه كنتلاقى بهم هنا في بلجيكا فكلهم اولاد البلاد اولاد الشعب كيف ما كنقولوا راه شوف راه واخا ما عرفت فين يمشي يطلع الفوق يبقى مغربي وتحيه لهم واللي كيعجبني فيهم هما انهم كيبقاو محافظين على دوك التقاليد ديالهم ملي كنجي مثلا هنايا دوره في اونفيرس او في بروكسل كتشوف انه كاين بزاف ديال المحلات المغربيه الماكله المغربيه كاين بزاف ديال الحوايج اللي كتبين لك انه لو انه راه المغربي راه مشى مثلا لبلايص اخرين باش يحسن العيش ديالو او هذا ولكن كيبقى متشبت بالتقاليد ديالو بالاعراف ديالو هذه الحاجه الكلمه الاخيره اللي غادي نقول لهم تبارك الله عليكم وان شاء الله نكونوا دائما نتلاقاوكم مع بعضياتنا ويكونوا دائما نشاطات بحال ما هكا الله يخليكم ديما مغاربه والله يخلينا ديما مغاربه كيف ما كنقول وتحيه لكم طبيعه الحال الموقع ديالكم ايمي 24.